طيب، يمكن الآن السؤال الأبرز، بما أنه إحنا يعني أصلا كل مستورداتنا من أوكرانيا لا تتجاوز 150 مليون دولار، لماذا ارتفاع الأسعار ولماذا تتأثر الأسواق؟ والتجار بيقول لك أنه أنا لا أحتكر، والحكومة تقول بأنها سوف تقوم بتثبيت الأسعار، لماذا هذا الارتفاع في الأسعار؟ وأصلا يمكن أغلب مستورداتنا من أوكرانيا هي من مادة القمح، التي تقول وزارة الصناعة والتجارة أنه خلال العام الحالي لم يتم الاستيراد من أوكرانيا من القمح كما هو يعني معمول به في السنوات السابقة. إذن لماذا هذا الارتفاع في الأسعار؟ هذا السؤال سوف أتوجه به للأستاذ ينال البرماوي الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة. أستاذ ينال، مساء الخير. مساء النور استاذ حاتم، يا مرحبا. اهلا بك. يعني ربما سمعت السؤال، انه الان نعم. اذا لم يكن هناك حجم مستوردات كبير من اوكرانيا، لماذا تتاثر اسواقنا بهذه تداعيات الحرب هذه؟ شكرا اخي حاتم. اسمح لي بدايه انه نطمن مجددا الاخوه المواطنين على وفره المخزون الغذائي من كافه السلع. كمان الوزارة تتابع متغيرات الأسعار محليا وأيضا خارجيا، وما توصلت إليه الوزارة من خلال عمليات الرقابة والمتابعة للأسعار والدراسات التي تجريها بهذا الشأن، أنه لم يتم رصد في السوق المحلي ارتفاعات على أسعار السلع التموينية باستثناء الزيوت النباتية، علما بأن الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع منذ شهر 8 من العام 2020 لعدة أسباب تتعلق بالدول المنتجة للزيوت النباتية والمواد الخام، وكان هذا الارتفاع متدرج، والوزارة عملت منذ ذلك الوقت على عدة إجراءات لضمان عدم انعكاس ذلك الارتفاع على السوق المحلي بالنسب اللي حدثت فيها الارتفاعات. وبالتالي ارتفاع الزيوت النباتية لم يكن وليدة اللحظة أو نتيجة مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، وإنما حدث منذ شهر 8 تحديدا بال 2020، وكان الارتفاع كما ذكرت متدرج، وبالتالي كان الانعكاس حتى على السوق المحلي متدرج في ضوء اللقاءات اللي عقدتها الوزارة والمتابعة مع القطاع الخاص. وآخر دراسة أجرتها الوزارة شملت 135 سلعة تموينية، طبعا مقارنة أسعارها خلال شهر 2 مع شهر 3. الدراسة أظهرت استقرار ما نسبته 71% من السلع المشهولة بالدراسة استقرار أسعارها، فيما ارتفعت كما ذكرت أيضا أسعار الزيوت النباتية، حديد التسليح، وأيضا أحد أصناف اللحوم المستوردة، فيما شهدت أسعار بعض السلع انخفاض مثل أصناف من الخضار والدجاج، وهنا أتحدث عن شهر 2 مقارنة مع شهر 3. بالنسبة للخضار أيضا سجل ارتفاع على مادة البندورة فقط خلال الأيام القليلة الماضية، وأسعار كافة الأصناف على استقرار وبعضها شهدت انخفاضات. فبالتالي المخزون اللي موجود عندنا في هذه الفترة آمن كافي للاستهلاك المحلي، إضافة إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر وتنسيق مع القطاع الخاص لأجل المحافظة على هذا المخزون. كثير طرح ويطرح هذا التساؤل، وهذا التساؤل المشروع، أنه معقول انه اليوم صارت الحرب او امبارح ومباشره تاثر السوق المحلي؟ قطعا مش هذا السبب اللي ادى الى ارتفاع اسعار الزيوت النباتيه، وهنا اؤكد باعتبار انه لم نرصد ارتفاعات كوزاره على اسعار السلع الاخرى حتى هذه اللحظه. ما بتجيكم شكاوى من المواطنين؟ تحديدا كان على الزيوت النباتيه، وبالامس كما تابعتم أخي حاتم الوزارة اتخذت قرار بتحديد سقوف لأسعار الزيوت النباتية، كما اتخذ قرار بالأمس بمنع تصدير وإعادة تصدير العديد من المواد الغذائية حتى يتم المحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه في هذه الظروف اللي بيشهدها العالم ككل. طيب جميل. أستاذ ينال، في سؤال عن قصة تثبيت أسعار الزيوت، البعض يقول بأنهم يثبتوا الأسعار ولكن ثبتوا الأسعار بعد الارتفاع. لا أخي حاتم، هو ليس تثبيت، هو القرار لم يكن تثبيت، ولا يمكن أن نأخذ قرار بتثبيت، وإنما هو تحديد سقوف سعرية، بمعنى أنه لا يسمح بتجاوز هذا السعر
لكن يسمح للقطاع التجاري بالبيع دونه من باب المحافظة على المنافسة وكذلك بما يصب في خدمة المستهلك. أنا أشرت إلى أنه ارتفاع الزيوت النباتية لم يحدث اليوم، هو متدرج منذ شهر 8 2020، طرأت ارتفاعات، عدة ارتفاعات على أسعار الزيوت النباتية، وهذا انعكاس لارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية. أما من خلال متابعتكم للأسواق فليس هناك أي ارتفاعات حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة لم نرصد ارتفاعات على أسعار المواد التموينية، بل على العكس كان هنالك اجتماع قبل يومين في الوزارة، حضروا ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالغذاء من منتجين ومستوردين، وكان التأكيد والمؤشرات السعرية الموجودة أنه لن تطرأ إن شاء الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك ارتفاعات على أسعار المواد التموينية. بالنسبة للقمح السلعة الأساسية، نطمن أيضا أنه لدينا مخزون كافي يغطي استهلاكنا المحلي لمدة 14 شهر، بالرغم أنه اليوم تقريبا قاربت أسعار القمح عالميا 500 دولار، مرتفع تقريبا من 370 دولار بموجب آخر عطاء اشترت الوزارة كميات من القمح. الحكومة ستتحمل الكلف الإضافية ولن يكون هنالك أي تغيير على أسعار الخبز إطلاقا. تمام. طب في حال لا قدر الله استمرت الأزمة بعد يعني 14 شهر في أسعارها عالميا يعني؟ أخي حاتم، احنا نحكي عن مخزون 14 شهر اليوم. الوزارة تطرح باستمرار شهريا مناقصات لشراء مزيد من الكميات حتى يبقى مخزوننا آمن. ومع التأكيد أنه الأردن يشتري احتياجاته من القمح والشعير والمواد الغذائية من مناشئ مختلفة. وانت ذكرت بداية أنه بالفعل الأردن العام الماضي وهذا العام لن نستورد أي كميات من القمح أو الشعير أو الذرة من روسيا، لأنها فرضت رسوم على تصدير هذه السلع. وأوكرانيا هذا العام لم يتم التعاقد لشراء أي من الكميات، فبالتالي يوجد مناشئ مختلفة يتم الشراء منها. طيب. لكن يجب أن لا يغيب عن الأذهان أخي حاتم، نعم، أنه الاقتصاد العالمي اليوم كله مترابط. بالتأكيد. شو ممكن يحدث غدا من تداعيات للحرب على الأسواق العالمية؟ بالتأكيد كل الدول راح تتأثر فيه من ارتفاع أجور شحن إن حدث، إن طالت الأزمة، لكن نأمل أن لا تطول هذه الأزمة وهذه الحرب لما سيكون لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام. نعم. أخيرا يعني هل هناك إجراءات تقوم بها الوزارة لضبط الأسعار ومعالجة أي ارتفاع؟ بكل تأكيد هذا محور أساسي في عمل الوزارة، الدور الرقابي بشكل يومي تقوم به الوزارة في كافة المحافظات لمتابعة توفر السلع، التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة، الوقوف على أي اختلالات. لكن في مثل هذه الظروف وفي الأوقات التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، كون في تكثيف لعمليات الرقابة حتى تضمن الوزارة استمرار الأسعار الحلولة دون حدوث أي اختلالات. جميل. الأستاذ ينال البرماوي الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.